الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يتدعم بآلة طباعة جديدة تصل طاقة إنتاجها إلى 500,000 كراس من نوع 32 صفحة يومياً في عملية أشرف عليها وزير التربية الوطنية. اليوم نحن في زيارة ميدانية إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وقمنا بإعطاء إشارة الانطلاقة للآلة الجديدة التي اقتناها الديوان، والتي هي آلة عندها غزارة في طبع الكتاب، بحيث تطبع 35,000 نسخة في الساعة أو ما يذهب إلى 500,000 نسخة في اليوم، وهذا مكسب كبير للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. ونتمنى إن شاء الله أن وتيرة الإنتاج ونوعية الإنتاج وكيفية الإنتاج تتحسن بدخول حيز الخدمة لهذه الآلة. الرسومات ثلاثية الأبعاد في الكتب العلمية متوفرة عند فئة المكفوفين لتسهيل معرفة مختلف الأشكال الهندسية والعلوم الطبيعية، كما سيتم إصدار الكتاب الديني بالبرايل في المستقبل القريب. اجتماع مجلس الوزراء أعطى كذلك تعليمات بوجوب أن تكون مطبعة خاصة تابعة لهذه المطبعة، والتي تعنى بطباعة بتقنية البراي كل الكتب العلمية للفيزياء والرياضيات والعلوم، وكذلك الكتاب الديني الذي لابد أن يطبع بها. وبخصوص الكتاب الديني سيطبع إن شاء الله في شكل غير مسبوق مع يعني في هذه المؤسسة، والذي كذلك هذا الإنتاج الموجه لفئة معينة سيتم العمل على أن يكون في متناول المعنيين به على المستوى الوطني أو الإفريقي أو العربي أو حتى الدولي. كذلك من القرارات التي أخذها السيد الرئيس هو أنه هذا الكتاب المطبوع بالبراي سيأخذ كذلك قسطا وافرا منه طباعة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وسيعطى هذا الكتاب هذا النوع من الكتاب مجانا لكل المعنيين به. إدماج مختلف التكنولوجيات الحديثة من شأنها أن تضاعف طاقة الإنتاج وتزيده جودة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير وتحسين الكتب المدرسية بشكل عام، وخاصة لدى فئة المكفوفين.